شهر الفخر في إسرائيل، مسيرة الفخر في تل أبيب، إلها تأثير على الحالة الاستعمارية في فلسطين. هذا التأثير ممكن ما نشوفه بشكل يومي مباشر وملموس مثل ما منشوف الاحتلال العسكري بشكل يومي وملموس، لكن له تأثير بشكل أوسع على أكثر من صعيد. أولاً يعني على صورة إسرائيل نفسها، كيف بتحاول هي تروج لنفسها في الخارج. في طبعاً هنالك صراع على الصورة على الصعيد العالمي، من خلال مسيرة الفخر إسرائيل بتحاول تغير الصورة النمطية عنها كمنطقة حرب أو كدولة احتلال بهدف تطبيع مشروعها الاستعماري، وأيضاً لأهداف ربحية واقتصادية تتعلق بجلب السياح. يعني هذا واحد من الأسباب المهمة، والسياحة هاي القطاعات يعني بتخدم الآخر المجتمع والدولة الإسرائيلية وبساعدها على الاستقرار وإنها تكون يعني دولة طبيعية رغم الاحتلال اللي بتقوم فيه على الشعب الفلسطيني من 70 عام وأكثر. أهلاً فيكم بهالمدونة الصوتية، اسمي سليم سلامة وأنا كاتب وصانع وثائقيات صوتية ومرئية. بستضيف بهذا البودكاست الصحفي والباحث الفلسطيني ربيع عيد، وبنحكي سوا عن مقاطعة الاستعمار من خلال فهم علاقة الغسيل الوردي الإسرائيلي بالسياحة. بيوم 27 الأول 2023 بدأنا نشهد على الإبادة الجماعية للفلسطينيين والفلسطينيات بغزة على إيد الاحتلال الإسرائيلي. قتل المدنيين سواء أطفال، نساء، رجال، صحفيين، أطباء، معلمين، حرفيين، طباخين، استهداف وتفجير وتعطيل مستشفيات ومدارس ومخيمات للاجئين، تجويع وتعطيش وتهجير السكان، وانتهاكات صارخة ومستمرة للقوانين الدولية. وبالرغم من نزول الملايين للشوارع حول العالم للمطالبة بإيقاف الجرائم، إلا أن اصطفاف ودعم غالبية حكوماتنا وأنظمتنا والمؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية لإسرائيل والجرائم اللي عم ترتكبها عم يكون هو الغالب وسيد الموقف. هالحالة ممكن تخلق عنا شعور عميق بالعجز أو قلة الحيلة، وهو شعور مفهوم لأن ما عم نشوف نتائج حراكاتنا ومطالبنا، والإشي الوحيد المستمر هو القتل والطرد والتهجير. بس بالواقع أثرنا على التغيير الطويل الأمد ممكن وحقيقي، واللي بنحتاجه هو أنه نقوم بممارسته وتطبيقه بشكل جماعي. واحد من أهم الأمثلة على هيك تطبيق ومناصرة هو المقاطعة. هذا اللي رح نكون عم نتوسع فيه ونفهمه بهالمدونة الصوتية، لأنه من غير ما نفهم ما بنقدر نقاطع، ولما نفهم بتصير مسؤولية علينا كبشر أنه نستجيب. بحديثنا عن المقاطعة المجدية رح نركز على السياحة، وتحديداً السياحة المرتبطة بأسبوع الفخر المثلي الإسرائيلي، ويلي بتستغله إسرائيل من سنوات طويلة لغايات رح نوضحها بهالسردية. رح نوضح كيف تستخدم إسرائيل كرت المثلية أو الـLGBT لتخبي جرائمها وتظهر للعالم على أنها دولة متحضرة وديمقراطية ودولة تسامح ومحبة وانفتاح وتقبل للآخر، لأن الواقع بعيد كل البعد عن هاي البروباغندا. هالبروباغندا يلي بتستقطب فيها إسرائيل شريحة ضخمة من العالم ليشاركوا معها عن قصد أو من غير قصد بتلميع صورتها وتقوية اقتصادها، كله على حساب الأراضي اللي بتستعمرها والشعب الفلسطيني اللي بتحتله وبتسجنه وبتقتله وبتسلب منه أبسط حقوقه اليومية. وحتى نبدأ نفهم ما رح نحتاج نبعد بالزمن كتير، لأنه يمكن أغلبنا شافوا صورة الجنديين الإسرائيليين يلي واحد منهم رافع علم إسرائيل مدموج مع علم المثلية الغربي، والتاني رافع علم المثلية الغربي مع جملة مكتوبة عليه بالإنجليزي والعربي والعبري باسم الحب. هالمنشور يلي طلع على صفحة دولة إسرائيل على إنستغرام بيوم 13/20/2023 ترافق مع اقتباس بيقول: أول علم مثلية بينرفع بغزة على الإطلاق. هالصورة ما هي إلا امتداد لحملة الغسيل الوردي الإسرائيلي وتمهيد للتطبيع مع احتلال المكان أرض غزة بحجة تحريرها من رهاب المثلية، ولاحقاً بالمستقبل استخدام ذات هالأرض بعد احتلالها والسيطرة عليها للتوسع بالمستوطنات، جلب السياح، تقوية الاقتصاد وكل المنافع التانية اللي بيطمح إلها المحتل. وهالتصور مش نابع من خيال، إنما هو حقيقة عاشها وعم يعيشها الشعب الفلسطيني من أكثر من 75 سنة ولليوم. رح نحلل كيف ممكن إحنا الناس العاديين نكون عم ندعم الاحتلال ونشارك بالبروباغندا ونصدقها ونروج لها عن قصد أو من غير قصد، ورح نعرف كيف ممكن نوقف هذا الدعم ونقاطعه ونسمع لأصوات الفلسطينيين والفلسطينيات ومطالبهم. اسمي ربيع عيد، أنا باحث وصحفي من فلسطين وكاتب مقيم ما بين الداخل الفلسطيني وبريطانيا. اهتماماتي الصحفية
وانشغالاتي بتتعلق في النشاطية السياسية بقضايا تتعلق بفلسطين وأيضا في قضايا عالمية. مؤخرا أيضا أخرجت فيلم وثائقي قصير Last May in Palestine في العودة إلى هبة أيار عن هبة الكرامة. قبل أشهر شفت منشور لربيع بيشارك فيه النسخة المترجمة للإنجليزية من ورقته البحثية السياحة ممارسة استعمارية الغسيل الوردي ومسيرة الفخر المثلية الإسرائيلية. الورقة البحثية بتحلل كيف بيدخل الاحتلال لأدق تفاصيل حياتنا وكيف تستغل إسرائيل مسيرة الفخر المثلية لتروج لنفسها على أنها دولة ديمقراطية منفتحة وجنة لمثليين ومثليات المنطقة وضيوفها يلي بتحاول تستقطبهم من كل أنحاء العالم، تماماً مثل هالبروباغاندا يلي عم يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي حالياً كسلاح من أسلحته المختلفة بالحرب يلي شاننها على غزة وأهلها. بدأ اهتمامي بموضوع الدراسة اللي نشرتها من خلال دراستي للماجستير في معهد الدوحة للدراسات العليا. في هذاك الوقت كان يعني أفكار وتساؤلات عن أي موضوع بدي أكتب الأطروحة النهائية لللقب، وكنت طبعا كأي حدا يعني بفكر في موضوع اللي هو يكون يهمه نفس الوقت العلاقة بالسياق المجتمع اللي يعني احنا عايشين فيه، وكمان البحث عن قضايا اللي هي لها ارتباطات عالمية. فمن هون بلش عندي التفكير، وبعدين يعني من خلال أحد المقررات اللي كنت مشارك فيه في الدراسة كان عن دراسات النسوية ومن بعد الاستعمار، وإجت الفكرة الأولى للورقة من خلال يعني الدراسة والنصوص اللي قرأناها اللي بتتعلق بالسياحة والاستعمار. وأنا بلشت من هون أفكر كيف هذا إشي ممكن أربطه بفلسطين والسياق الاستعماري في فلسطين. كان هدف ربيع من خلال ورقته البحثية تفكيك العلاقة القائمة بين الاستعمار والسياحة. من خلال هالدراسة بيوصف الأطر والهياكل وعلاقات القوة اللي بتشكل الاستعمار من منطلق سياسي وتاريخي واقتصادي وثقافي. بيطرح ربيع فكرة كيف ممكن تكون السياحة ممارسة استعمارية من خلال المقارنة والمقاربة بدول كانت مستعمرة في السابق، وبيركز بورقته على مسيرة الفخر المثلية الإسرائيلية بمدينة تل أبيب تحديداً وارتباطه بمفهوم السياحة كممارسة استعمارية من خلال تعبيراته ضمن سياسات الغسيل الوردي الإسرائيلية. حتى يوضح الربط حلل ربيع نصوص وصور ومقاطع فيديو ومقالات وحملات إعلانية إسرائيلية مختلفة، بالإضافة لاعتماده على دراسات ما بعد الاستعمار والجندر. في الورقة البحثية قسمت الفصول فيها لأكثر من مستوى. في البداية طبعا هناك المقدمة العامة اللي بشرح فيها شو أنا يعني عم بشتغل وببحث، ودخلت في الإطار النظري بداية، واخترت البداية يعني من علاقة الحديث عن السياحة والاستعمار، ومن ثم السياحة المثلية وفي دول ما بعد الاستعمار، وجبت عدة نماذج وأمثلة من دول حول العالم اللي منشوف بشكل واضح يعني تأثير الاستعمار على صناعة السياحة، وأيضا الممارسات التي يعني غالبا ما يقوم فيها الرجل الأبيض من دول الغربية من طبقة معينة إلى دول أخرى كانت مستعمرة، واللي هي بتكرس حالة من اللامساواة من المنطق الاستعماري. ومن ثم انتقلت للحديث على طبيعة دولة إسرائيل كدولة يعني استعمارية وكاستعمار مستمر. يعني أنا حكيت في السابق عن دول ما بعد الاستعمار، لك إحنا في الحالة الإسرائيلية استعمار مستمر، ربما الاستعمار الأخير في العالم، وشرح طبيعته. ثم انتقلت على علاقة السياحة والمشروع الاستعماري الإسرائيلي، لأنه السياحة كانت يعني مشروع مهم من مشاريع الحركة الصهيونية ما قبل عام 48 لتجنيد المستوطنين وجلبهم من خلال يعني الرحلات السياحية على البلاد للتعريف بما يسمى يعني أرض إسرائيل والعودة وللدعاية. وطبعا السياحة ما بعد 48 أيضا ما زالت تلعب دور في هذا الموضوع، وذكرت في الورقة في مشاريع يعني اللي بتجيب يهود من حول العالم يعني عشان تشجع كمان اليهود اللي لسه ما اجوا على إسرائيل يجوا، طبعا غير الدعاية وغير كل تهميش قطاع السياحة الفلسطيني على حساب قطاع السياحة الإسرائيلي. فكان مهم يعني كمان نحكي عن السياحة في السياق الاستعمار الإسرائيلي اللي بتعملها إسرائيل. ومن ثم حكيت عن مسيرة الفخر الإسرائيلية، يعني هذا كمان كان فصل
وتطورها نشأتها في سياقها الإسرائيلي وكيف يعني لاحقا صارت متبنية من قبل الحكومة ومؤسسات إسرائيلية أخرى، بلدية تل أبيب، وزارة الخارجية، الحملات التي يعني تستثمر من أجل ترويج مسيرة الفخر حول العالم للدعاية والتحسين الصورة والربح المادي، وبالأساس طبعا كمان لمحاربة حركة المقاطعة العالمية اللي تعاظمت قوتها وتأثيرها حول العالم في العقدين الأخيرين. كمان لاحقا حكيت عن الغسيل الوردي الإسرائيلي، هون يعني كيف يطلق يعني مسيرة الفخر الإسرائيلي مع الغسيل الوردي نشوءه، ويعني وأمثلة عديدة لكيف يعني المصطلحات والخطاب والممارسات التي يعني تستعمل في الغسيل الوردي الإسرائيلي. طبعا ما كانش في البداية سهل الموضوع الربط، يعني كان بحاجة لبحث والاطلاع على نماذج وأمثلة أخرى حول العالم وفهم إيش علاقة يعني اللي بيصير في العالم بهاي السياحة في فلسطين. فهذا الموضوع الورقة اللي حاولت تقدمه، يعني فيها جانب الورقة اللي بتعلق في موضوع السياحة والاستعمار، إنه كمان كأشخاص اللي بيعملوا سياحة كثير مرات إحنا من سافر ومنروح محلات أو بيكون في شكل ممارسات اللي بنعملها خلال فترة السياحة اللي ما بنفهم السياق لمكان معين أو ممارسات اللي منقوم فيها أو دعم أماكن معينة أو مشاريع معينة من خلال يعني صناعة السياحة اللي ممكن يكون لها أثر على المجتمع، اللي ممكن يتكرس حالة من التمييز. فهي بتعطينا الورقة كمان يعني فهم أعمق للسياحة بعصرنا اليوم، في عمليات اللي فيها صناعة السياحة والرأسمالية عم بتكون كبيرة ومنتشرة بشكل كبير. ربط السياحة بالاستعمار ممكن ياخد عدة أشكال، وبحالة السياحة لزيارة إسرائيل أي الأراضي الفلسطينية المستعمرة ممكن نحكي عن السياحة الدينية، ثقافية، ترفيهية، شاطئية، جنسية وغيرها. بس بالسنوات الأخيرة ظهر نوع سياحة جديد تحديداً بتل أبيب، وهو السياحة المثلية المرتبطة بشكل مباشر وأساسي بأسبوع الفخر ومسيرة الفخر الإسرائيلية. نوع السياحة مجدي جداً لإسرائيل على الصعيدين المادي والإعلامي الترويجي، ويلي بتستغله دولة الاحتلال بشكل كتير ضخم للترويج لنفسها على أنها بلد ديمقراطي منفتح وحديث. وهالممارسة أو الترويج يعرف عنهم بالغسيل الوردي. إسرائيل بتضخ على هالأسبوع والمسيرة بالشراكة مع شركات ومؤسسات داعمة إلها ملايين الدولارات لحتى تجعل منها مسيرة ناجحة، وبالمقابل بتدخل على الاقتصاد الإسرائيلي أضعاف مضاعفة من يلي تم صرفه. لنفوت بفهم أعمق بهالجانب رح أقتبس جزء من بحث ربيع تحديداً بصفحة 10 و11، وبالمناسبة تركنا روابط بتلاقوها بالوصف المكتوب للحلقة، فيها الدراسة كاملة متوفرة للقراءة باللغتين العربية والإنجليزية. بيوضح ربيع بورقته عن كيف السياحة والمشروع الاستعماري الإسرائيلي مثلوا بداية المشروع الاستيطاني الصهيوني بفلسطين. أواخر القرن 19 وأول القرن 20 شكلوا نقطة تحول محورية بالنسبة للفلسطينيين وحقوقهم الجماعية، بحيث تمكن المشروع الاستيطاني من تحقيق هدفه المتمثل بإقامة دولة لليهود سنة 1948. هالدولة تأسست على أنقاض الفلسطينيين من خلال عمليات التطهير العرقي المنظمة، واللي كانت بتهدف لاحتلال أكبر قدر ممكن من فلسطين وإخلاءها من سكانها الأصليين. لكن اللي صار بال 48 ما كان نهاية تحقيق حلم إقامة الدولة اليهودية، وإنما مرحلة جديدة أكثر مؤسساتية وأكثر دموية باستمرار المشروع الاستيطاني الاستعماري والسيطرة على عدد أكبر من الأراضي وإقامة الدولة اليهودية. باختصار، احتلال نظام فصل عنصري بينتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات والقرارات الدولية لحد اليوم. وإذا منطلع منيح علي اللي عم يصير بغزة اليوم ونفكر نقارنه باللي بلش بال 48، بنلاقي كيف آلة الحرب والاستعمار هاي ما وقفت وكيف بعدها مستمرة، واللي عم يصير اليوم بغزة هو مثيل مطابق للخطة التفصيلية اللي وضعها بن غوريون بتل أبيب بعشر آذار 1948، واللي كان هدف قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلالها إنهم يطهروا فلسطين عرقياً عن طريق زرع الخوف على نطاق واسع، واللي تمثل بمحاصرة وقصف القرى والمراكز السكانية، حرق البيوت والممتلكات والبضائع، طرد السكان الأصليين وهدم بيوتهم ومرافقهم، وزرع الألغام بين الأنقاض لمنع السكان المطرودين من إنهم يرجعوا لبيوتهم. بس يمكن اللي بيختلف بزمننا هاد هو وجود استراتيجية الغسيل الوردي كبروباغاندا جديدة بيقدر الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها ليطبع وجوده ويحاول يغطي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية يلي عم يرتكبها. وأداتها للبروباغاندا هي المثلية،
هالاستخدام تجلى بكامل أشكاله بالمنشور تبع الصورتين اللي حكيت عنه ببداية الحلقة. طبعاً البروباغندا الإسرائيلية اللي بتستخدم المثلية ما بدت هون، مش من هذا المنشور، لا هي حملة واسعة وقوية وناجحة ومبلشة من سنوات طويلة. بدأ تنظيم هالمسيرة بشكل سنوي وثابت من تل أبيب، واللي لاحقاً تشعبت لتوصل مدن تانية. بتخلل هالحدث فعاليات وأنشطة مختلفة مثل المؤتمرات الصحفية، المهرجانات السينمائية والاحتفالات. بالسنوات الأخيرة أخذت مسيرة الفخر اللي شارك فيها أكثر من 200 ألف شخص دعم كبير من بلدية تل أبيب ووزارة السياحة الإسرائيلية. سنة 2011 مولت وزارة السياحة الإسرائيلية الحدث باعتباره حدث فخر جذاب، وشارك فيه بهديك السنة آلاف السياح الأجانب لأول مرة. سنة 2013 بدأ يأخذ العرض صدى عالمي وأكبر، وبدأ السياسيين الإسرائيليين يشاركوا فيه ويعملوا خطابات، وبدأت السفن السياحية من الدول الأوروبية بالمشاركة لأول مرة حاملة معها آلاف من السياح المثليين. سنة 2016 قررت وزارة السياحة الإسرائيلية تخصيص 11 مليون شيكل، يعني تقريباً 3 ملايين دولار، لتعزيز سياحة الفخر، وهو مصطلح صار يستخدم على نطاق واسع بالخطاب الإعلامي الإسرائيلي من خلال الحملات الإعلامية والعلاقات العامة في أوروبا ودول تانية، كله بهدف تسويق دولة إسرائيل كدولة ليبرالية وكدعوة لمجتمع الميم أو الـLGBT لزيارة إسرائيل. وبنفس السنة 2016 تم الإعلان عن افتتاح أول فندق فخر في إسرائيل وموقعه تل أبيب تحت اسم NYX. بيستضيف الفندق فعاليات بتتعلق بمسيرة الفخر بالتنسيق مع بلدية تل أبيب، مثل المؤتمر الصحفي الرسمي للمسيرة واللي بيحضره صحفيين من عدة دول حول العالم، بالإضافة لندوات واحتفالات. حسب تقرير بلدية تل أبيب، كتار من السياح بيرجعوا يزوروا، ودراسات تانية صادرة عن البلدية وضحت أنه من المتوقع من كل سائح أنه ينفق بحدود $270 يومياً، بالرغم من أنه متوسط إنفاق السائح العام بإسرائيل هو $155. بيقول يانيف فيتسمان، عضو بلدية تل أبيب اللي بيشرف على ملف تنظيم المسيرة، أنه السائحين المثليين المشاركين فيها بعد ما يرجعوا على بلدانهم بيتحولوا لسفراء لدولة إسرائيل الليبرالية المتقدمة. القصد من مشاركة هالتحليل المختصر معكم هو كشف ارتباط استخدام إسرائيل لكرت حقوق المثليين بالفوائد يلي بتعود عليها، من تلميع لصورتها، تشتيت المجتمعات والدول عن جرائمها، تقوية وتحسين اقتصادها، وإيجاد مكان رمزي ومعنوي إلها بين دول العالم المتحضر والمتقدم بين قوسين. بس يا ترى هالتقدم والازدهار الاقتصادي والصورة الملمعة على حساب شو ومين بيصيروا؟ مسيرة الفخر في تل أبيب إلها تأثير على الحالة الاستعمارية في فلسطين. هذا التأثير ممكن ما نشوفه بشكل يومي مباشر وملموس مثل ما منشوف الاحتلال العسكري بشكل يومي وملموس، لكن له تأثير بشكل أوسع على أكثر من صعيد. أولا يعني على صورة إسرائيل نفسها، كيف بتحاول هي تروج لنفسها في الخارج. في طبعا هنالك صراع على الصورة على الصعيد العالمي من خلال مسيرة الفخر. إسرائيل بتحاول تغير الصورة النمطية عنها كمنطقة حرب أو كدولة احتلال بهدف تطبيع مشروعها الاستعماري، وأيضا لأهداف ربحية واقتصادية تتعلق بجلب السياح. يعني هذا واحد من الأسباب المهمة، والسياحة هاي القطاعات يعني بتخدم الآخر المجتمع والدولة الإسرائيلية وبساعدها على الاستقرار وإنها تكون يعني دولة طبيعية رغم الاحتلال اللي بتقوم فيه على الشعب الفلسطيني من 70 عام وأكثر. بنفس الوقت هناك يعني تأثير آخر يتعلق بالخطاب الغسيل الوردي الإسرائيلي يستخدمه تجاه كمان الفلسطينيين أصحاب التوجهات والميول الجنسية المختلفة، كون إنه يعني تل أبيب هي الآمنة لهم وفي مقابل مجتمعهم يعني المتخلف إن صح التعبير أو التعبير الذي يستعمل، وأن إسرائيل هي الدول المتنورة الليبرالية والعرب هن المتخلفين، وأنه تل أبيب مكان آمن. لكن هذا يعني مع أن أنا هذا ما توسعت فيه في الورقة ونحكى عنه بشكل يعني كبير في من قبل يعني ناشطين وأكاديميين فلسطينيين حول خطاب الغسيل الوردي تجاه يعني المثليين الفلسطينيين، وحول التنازلات أو الشروط المسبقة التي توضع بهدف الدخول والمشاركة في هاي مساحة أو فقاعة تل أبيب التي تسوق للأمان. لكن طبعا بعرض الواقع هناك صورة أخرى غير حقيقية.
وهو طبعا هذا خطاب عنيف يعني، يعتبر ضد الفلسطينيين وقائم على نظرات استشراقية وفوقية للمستعمر. طبعا في هناك يحصل نقاشات أيضا يعني، ممكن مش على مستوى كبير المجتمع الفلسطيني، لكن داخل أيضا الحركة المثلية الفلسطينية حول المشاركة وعدم المشاركة، لأنه قد يعني يطرح البعض أو قد يشارك البعض أنه لماذا لا نشارك في هذه المسيرة. طبعا مشاركة قليلة جدا، والموضوع بحسب رأيي هو مش يعني قضية المشاركة وعدم المشاركة بقدر فهم يعني هاي المشاركة وشو متطلباتها وشو الهوية اللي يتم يعني إدراجها، في نفس الوقت اللي طبعا الحديث عن الحريات الجنسانية والأمان، في نفس الوقت تغييب الواقع الاستعماري والاحتلالي للشعب الفلسطيني. وهون أهمية يعني كل ضرورة التقاطعية أيضا ما بين كل خطاب الحقوق، لأنه في قد يقع البعض، وأنا قرأت بعض يعني النقد يعني على خطاب تقاطعي من عرب يعني أنه هناك أهمية يعني يكون في مساحة آمنة حتى لو كانت يعني تحت مظلة إسرائيلية، وهذا نقاش موجود. لكن هاي المساحة الآمنة هي تندرج يعني ضمن ما تحاول إسرائيل أن تستفيد منه، أن وهي وليست آمنة يعني كمان يعني أنه كما يصور. فهذا الموضوع له تأثير يعني، في هناك تخطيط ممنهج من قبل يعني إسرائيل مع استراتيجيات مع ميزانيات ضخمة جدا، الاستثمار في هاي المسيرة وفي هاي الصناعة السياحية الإسرائيلية لأهدافها المختلفة، وهن يعني بخططوا. هذا نابع من عدة مستويات سياسية، وكمان مش فقط خلينا نقول الحكومة الإسرائيلية الرسمية، أيضا من المجتمع المدني، أيضا من منظمات ومؤسسات يعني صهيونية كمان في الخارج، وهذا أيضا ذكرته اللي تشجع على ما يسمى مثلا واحد من المشاريع كان جزء من عين الدراسة على ما يسمى العليا. العليا بالكلمة يعني بالعبرية هي يعني تستعمل كأنه العودة يعني إلى أرض الميعاد. فكان يستعملوا العليا الفخورة يعني برايد عليا، إنه يعني للأشخاص المثليين، تشجيع الأشخاص المثليين اليهود للعودة إلى يعني أرض إسرائيل. فهي أيضا كانت واحدة من الأمثلة. ولاحقا في الورقة يعني كمان حكيت عملت أيضا نقاش، وكمان كان مهم أبرز أصوات ناقدة للغسيل الوردي إن كان هو مقاومة محليا في فلسطين وخارج فلسطين. وأيضا كان مهم أذكر عن داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه وجود أصوات أيضا مختلفة، وإن كانت أقلية بعضها يقرر مثلا ترك إسرائيل لأنها بالنسبة له هي دولة عسكرية صهيونية، وأيضا فيها رهاب للمثلية، هناك حوادث أيضا حصلت بحق مثليين إسرائيليين من قبل يعني إسرائيليين، وهذا لا يتم إظهاره عادة. ربيع ذكر بشكل مقتضب كيف بتحاول إسرائيل تروج لنفسها على أنها جنة للمثليين الفلسطينيين، وإنها المكان والبلد الآمن اللي ممكن يلجأوا له ليحتموا من بطش مجتمعاتهم. غير أنه هذا الادعاء كاذب وغير حقيقي بتوثيق من قبل مؤسسات ونشطاء وأفراد مثليين ومثليات بفلسطين، إلا أنه هو تكمل لحملة إسرائيل الترويجية لنفسها، ومثال آخر على اللغة اللي بتستخدمها لتحقر من الفلسطينيين وتقصيهم عن مجتمعاتهم وتخلق الفتنة وتنزع عنهم صفتهم الإنسانية. وإذا بنرجع للاقتباس اللي رافق المنشور تبع سورة العلم وبنقرأه بتمعن، بنشوف تجلي هاللغة وعمق الأذى بداخل هالجملة اللي ممكن تبين إنها صغيرة وبسيطة، لكن كويريين وكويريات فلسطين ما وقفوا متكتفين بوجه هالحملة الإسرائيلية، وكانوا متوقعين استخدام إسرائيل لهالكرت بحربها على غزة. بسبعة تشرين الثاني 2023، يعني قبل أيام من نشر صفحة إسرائيل على إنستغرام للصورة اللي حكيت عنها، نشروا أفراد كويس في فلسطين مطلب تحرري. خلينا نسمع بعض المقاطع اللي وردت فيه. نكتب هذا المطلب بصفتنا عمالا وعاملات وطلابا وطالبات وفلاحين وفلاحات وأهالا، نكتبه فلسطينيين وفلسطينيات ككويرز فلسطين. لا نكتب لأن ميولنا الجنسية تجعل من مواقفنا استثنائية، إنما لأننا تماما كما أضيفت الغيرية علينا وعلى كويريتنا، نواجه الآن تكتيكات استعمارية أبوية تسعى إلى إبعادنا أكثر عن مجتمعنا ككويرز فلسطينيين وفلسطينيات.
يتطلب تجميع كلماتنا وطاقاتنا جهدا هائلا، ونشعر أصلا بالاشمئزاز من اضطرارنا إلى التحول عن الحداد والحشد إلى صياغة المطالب في خضم لحظات لا تصدق من الوحشية والمجازر المرتكبة بحق الأجساد الفلسطينية، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب والبتر والتشويه. خلال هذه الأوقات وتماشيا مع استغلال إسرائيل المستمر لسياسات الهوية الليبرالية، تستخدم إسرائيل أجساد الكويرز سلاحا لمواجهة أي دعم لفلسطين وأي نقد لمشروعها الاستيطاني الاستعماري. فقد قام الإسرائيليون السياسيون والمدنيون والمنظمات بتفعيل الثنائيات الاستعمارية مثل المتحضر والبربري والإنسان والحيوان وغيرها من التقابلات التي تعمل على نزع الإنسانية وتجريدها كخطاب يبرر الهجمات على الفلسطينيين. ضمن خطاب الاستيطان الاستعماري، تسعى إسرائيل إلى حشد دعم حكومات الغرب والمجتمعات الليبرالية عبر تصوير نفسها كأمة تحترم الحريات والتعددية وحقوق الإنسان، وأنها تقاتل مجتمعا وحشيا وقمعيا. وهو ما أوضحه رئيس وزراء إسرائيل في إعلانه عن الصراع بين أبناء النور وأبناء الظلام، وبين الإنسانية وشريعة الغاب. إسكات النشطاء في فلسطين وحول العالم، وترويعهم واحتجازهم وتجريمهم، وفصل العمال من وظائفهم، وطرد طلاب من جامعاتهم. تواجه الناشطات النسويات والكويرز حول العالم هجمات وترويعا من قبل الصهاينة لتضامنهم أو تضامنهن مع فلسطين، بحجة أن أولئك اللاتي يدعمن فلسطين سيتم اغتصابهم وذبحهم من قبل الفلسطينيين لكونهن مجرد نساء وكويرز. ومع ذلك فإن الاغتصاب والموت هما ما يتمناه الصهاينة في أغلب الأحيان للكويرز والنساء اللواتي يقفن تضامنا مع فلسطين. لا تفاجئنا فانتازية الصهاينة عن الجسد المنتهك والمعنف، فقد سبق وذقنا واقع تخيلاتهم على جلودنا وأرواحنا. نرفض استخدام كويريتنا وأجسادنا والعنف الذي نواجهه في المجتمعات الكويرية أداة لشيطنة مجتمعاتنا ونزع الإنسانية عنها، وتحديدا عندما يصب ذلك في خدمة الأفعال الإمبريالية والإبادية. نرفض أن تتحول الجنسانية الفلسطينية والمواقف الفلسطينية من مختلف أنواع الجنسانيات معايير نقيس بها إنسانية أي مجتمع مستعمر. نحن نستحق الحياة لأننا بشر بكل عيوبنا، ولا يتبدل ذلك وفق مادة تشبهنا بصيغ الإنسانية الليبرالية الكولونيالية. نحن نرفض التكتيكات الكولونيالية والإمبريالية التي تسعى إلى سلخنا عن مجتمعنا وسلخ مجتمعنا عنا بناء على كويريتنا. نحن نحارب أنظمة قمعية متطافرة بما فيها النظام الأبوي والنظام الرأسمالي، وترتبط أحلامنا الكويرية نحو تحقيق الاستقلالية والمجتمع والتحرر بصورة وثيقة برغبتنا الفلسطينية في تقرير مصيرنا. لا يمكن تحقيق أي تحرر كويري عبر الاستعمار الاستيطاني، ولا يمكن تبني أي تضامن كويري إن كان غافلا عن البنى العرقية والكولونيالية والرأسمالية والفاشية والإمبريالية التي تتحكم فينا. ندعو الجهات الناشطة الكويرية والنسوية أفرادا وجماعات في جميع أنحاء العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني في مقاومته للتهجير وسلب الأراضي والتطهير العرقي، وفي نضاله نحو تحرير أراضيه ومستقبله من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني. لا تكمن الاستجابة لهذه المناشدة في مشاركة البيانات وتوقيع الرسائل فحسب، إنما في الانخراط بصورة فعلية في النضالات المناهضة للاستعمار والتحررية في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم. هاي كانت بعض المقاطع اللي وردت بالمطلب التحرري من كويرز في فلسطين. بدعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني الخاص فيهم لقراءة البيان كامل ولمتابعة كل مطالبهم التانية. تركنا لكم رابط الموقع بالوصف المكتوب للحلقة. بدعو كمان المنظمات والمؤسسات والجهات والتجمعات المثلية حول العالم للانضمام والتوقيع على البيان اللي لحد تاريخ 11/20/2023 صار موقع عليه 275 مجموعة وجمعية. بتمنى أنه هالتحليل والربط اللي حكينا فيهم يقدر يعطوكم فكرة عن عمق أذى الغسيل الوردي وحقيقته وخطورة الانصياع وراء البروباغندا وتجاهل مطالب المقاطعة والفلسطينيين سواء كانوا مثليين أو غير مثليين.
وأخيراً وبالعودة للحديث عن المقاطعة، بحب أختم بأنه مثل ما منحكي عن غضبنا وحزننا وانتكاساتنا والانتهاكات والأتر يلي بيتعرضوا له الفلسطينيين والفلسطينيات، مهم كمان نحكي عن نضالاتنا وانتصاراتنا، انتصارات الشعب الفلسطيني وكل داعمي وداعمات القضية حول العالم. من هالانتصارات وجود وإنجازات حركة مقاطعة إسرائيل الـBDS. تهدف هالحركة لتحقيق مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي حركة فلسطينية ممتدة عالمياً تسعى لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة، وبتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني. طبعاً أشكال المقاطعة كتيرة وممارستها سهلة ومتاحة للكل. كل يلي منحتاجه لتطبيقها هو المعرفة، معرفة إيش لازم نقاطع وليش وكيف. مهم جداً أنه ما نستهين بقوتنا وقوة تأثير ممارسة المقاطعة، بالأخص لما تتحول لفعل جماعي ومتحد. طبعاً يعني مسيرة الفخر هي كمان مكان يعني سياحي، اللي كمان فيه طبعاً له ارتباطات بالصناعة السياحة الرأسمالية، مع كمان اللي حكينا عنه قبل، كل موضوع الأجندة الإسرائيلية للترويج. بتشوف مثلاً أحياناً شخصيات بتشارك كمان كمخرجين أو كفنانين عالميين اللي هن كويرز في هاي المسيرة، بدون الاهتمام لكل مثلاً نداءات حركة مقاطعة إن كان محلياً أو عالمياً، مع أنه في عم بيكون كتير نجاحات، وهذا مهم نذكره أنه عم بيكون في نجاحات من الأصوات المقاومة، يعني لصاحب يعني مشاركات أشخاص بعد ضغوطات اللي قاموا فيها نشطاء ونداءات ورسائل وعرائض، وشو حملات على السوشيال ميديا اللي سحبوا مشاركاتهم سنوياً. يعني هناك مهرجان السينما، يعني الأفلام الكورية في إسرائيل بصير في تل أبيب، دائماً يعني نسمع عن مخرجين سحبوا بعد ضغوط يعني حملات مناصرة. بموقع حركة المقاطعة اللي تركنا لكم إياه بالوصف المكتوب، تقدروا تتعرفوا على كل التفاصيل اللي بتحتاجوها لحتى تقاطعوا وتكونوا جزء من التغيير الملموس. مقاطعة السياحة المثلية والسياحة بفترة أسبوع الفخر الإسرائيلي، ومقاطعة المشاركة الثقافية والفنية من مهرجانات أفلام سينمائية لمهرجانات موسيقية ولأي نشاط فني أو ثقافي مرتبطين بالاحتلال والاستعمار، واللي هدفهم التغطية على القتل والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية اللي بترتكبهم إسرائيل. شكراً لاستماعكم لهالمدونة الصوتية. بدعوكم مرة تانية للتوجه للوصف المكتوب للحلقة وقراءة ومتابعة الروابط اللي أدرجناها، حتى تكونوا جزء فعال من النضال المستمر ضد آلة الاستعمار والقتل المستمرة. كلنا منقدر نكون جزء من تغيير الواقع المظلم اللي عم نعيشه، لكننا منحتاج نكون عم نطبق نضالنا بصورة جماعية حتى يكون تأثيره ملموس، ونقدر إحنا والقابعين والقابعات تحت الاستعمار نشوف نتائجه. هالمدونة الصوتية من كتابة وإنتاج وتقديم سليم سلامة، بحث وإعداد ربيع عيد، تحرير موسى شديدي، إدارة فنية خالد عبد الهادي، ترجمة للغة الإنجليزية كريستينا كاغدو، تفريغ مقابلات حسام عمران، تأدية صوت راما سبانخ، رسم العمل الفني محمد المهنة، ونشر وتوزيع مجلة مايكالي. أنتجنا هالحلقة بشكل مستقل وبجهود جماعية من فريق عمل فلسطيني، سوري، عراقي، كويتي وأردني.